طيالي نوال صويلح. تميزت الطبعة الثالثة للمهرجان الوطني للكسكسي بمسابقة أحسن طبق تقليدي، حيث تقدم هذه الأكلة الشعبية وفق عادات وتقاليد كل منطقة. وطبق تعرفه بالكوكس، الكوكس بالخضر. جيت بالطبق طلخر واسمه سمك الطفس، عندنا نسميه له سمك الطفس، وكاين دي ريجيون وين نسميه لها تكزارت. دونك سي تان بلان شفتوا بلي ما كانش هنايا في ليكسبوزيسيون، دونك قلت نبارتيسيبي به، نهضر هذا البلان من يعرفوه الناس باش ما يبقاش في منطقه واحده برك، ينتشر ان بو بارتو. انا قدمت طبق تاع قوارض، طبق هذا مشهور عندنا، نديروه في المناسبات الدينيه وفي المراكيد زيد وفي راس العام. الكسكسي موروث شعبي تقليدي وطبق متوارث لدى الأسر الجزائرية في سائر الأيام وشتى المناسبات. هذه الأكلة أصبح لها اليوم مهرجان وطني أشرف على اختتام فعاليته كاتب الدولة لدى وزير السياحة. وهذا الحدث من شأنه أن يروج لنوع سياحي مهم جدا على المستوى العالمي، معروف بالسياحة الطبخ أو سياحة الطهي، لتوريزم غاسترونوميك ولتوريزم كولينير. ونختنم هذه الأحداث وهذه المناسبات من أجل التعريف بالتعددية والتميز الذي تعرفه بلادنا في شتى الميادين، تميز العادات، تميز التقاليد، تميز الثقافات. احنا ماذا بينا في كل بقعه من الجزائر يمدوا يعني طبعه خاصه لهذا الطبق الكسكسي، يمدوا له حاجه تمدلو مكانته على مستوى على كل يعني في المحافل الدوليه. يعني الفوز كان حليف جميع المشاركين والمشاركات، والجائزة كانت التعارف وتبادل العادات فيما بينهم، أما الفائز الأول فكان الطبق التقليدي الجزائري.